من القطه اللي اكلتونا في الفصل ها؟ يا جدعان ما يصحش كده، مين اللي بياكل تونه في الفصل؟ سوقها علي يا ورع، اذا بتاكل تونه راح كلها مع القطاوه في الشارع، تفهم ولا ما تفهم؟ بعد اذنكم يا عيال. السلام عليكم. يا شباب اليوم خميس وحصة سابعة، نبي نشرح دقايق وبتطلعون وتفلونها. يا عامر يا عامر، تحب أصحي يا أستاذ؟ لا 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 أريح. عامر عامر قم، انت مجنون والله صاحي تبي تصحي ذا؟ والله لو قام يفصل علينا قم، بس مش اتركه خله هنا شوي بيصحى. قفلت الباب يا ولدي؟ ايه قفلته يا ابا. وجاي هذا سيارة من؟ هذه سيارة واحد من طلابنا، تلقاه راح يتغدى هو واخوياه وبيرجع لها. ايه يلا يلا مشينا. بس انت رايحة جاية منك، جيب لنا الغداء نتغدى. وش غداء انت بعد؟ الولد تأخر. طيب ولا تأخر؟ ما تغدى؟ ها اتصلتي عليه؟ اي يما بس جواله مو هناك. يا يما لا تنشغلين، اليوم خميس ومثل ما انت شايفة الجو زين. اكيد طلع الثمامة مع اخويا ولا فكر فينا. مها سم يبا روحي جيبي غدانا، خلي نتغدى قبل اذن العصر. ان شاء الله يبا. انا اجيب الغداء، يلا يلا. أبوك يا النوم البطلة، وين دزوه هذولي؟ وش ذا النومة؟ أما عاد قفلوا الباب علي. اخباري تمام. خليك اسمع، ما عندك شيء شكلك؟ لا ما عندي حاجه. طيب ايش رايك تخاويني اقرب مطعم نقنق؟ تراني جويع مره يا واد. اليوم العشاء على عامر، ما في الا شوي ودجاج يشوي زي اللهب. خذ لك اي شيء كذا تصبيره الى الليل. والله فكره حلوه، اجي نمسك المفتاح وخليك فيها، باخذ لي حتى حيد كذا نقنقه خفيفه واجي لك. ها روح يلا. يا اخي اقسم بالله حركتك مال امها داعي، تاخذ السياره وتمشي. حسستني اني اسبك واحد في الرياض، ولا وسبك مع مرتبه الشرف. لا تبالغ يا ولا تبالغ، ترى كلها ربع دقيقه ربع دقيقه وجيتك. ربع دقيقه تستهبل انت وجهك؟ تراها نص ساعه تقولي ربع دقيقه بس، لا تعودها. ها سيبك من الدراما ده والموضوع هذا، شوف كفته ايش يتابع. شايف انت قاعد تصرف الموضوع، تغير الموضوع انت من جد يا ابوي. شوف منسجم الاخ. اخس يا كفته، مسلسل بريطاني وتحقيق بعد. يس يقول لك يس. اعتقد المنتجين نفسهم اللي انتجوا البتاع ده لو دريوا انه هذا حيتابعهم كان بطلوا. واي مها بشري رد عليكي؟ لا يما جواله مغلق. يما تلاقيه الحين هو في البر وما عنده ارسال. الا بسالك، عندنا فانيلا؟ ايه في الثلاجة. هذا مجهزة لأخوك العشاء، أكيد صار في أخوك شيء. يما تعوذي من الشيطان، إن شاء الله ما في لك الخير. إن شاء الله إن شاء الله. هلا بالعيال اصدقائي. هلا والله. معلش يا شباب عسى ما تاخرت عليكم، صراحه صراحه راحت علي نومه. المهم هذا الفحم وجبناه.
وانا صراحة انا ادق على عامر جواله مغلق، قلت يمكن القاه عندكم هنا في الاستراحة. مغلق؟ ايه عشان الدورية عليه. طيب والفحم وش اسوي فيه؟ انا قلبي من امس كذا ناقزني وعندي احساس كبير انه حيسحب علينا. وبابا سنفور هذا من متى يطالع التلفزيون؟ خلي من متى يطالع التلفزيون؟ ايش يطالع هنا الهرجة؟ ايش يطالع؟ اخ شارلوك هولمز مرة واحدة؟ المهم خلونا من ذا الكلام، الحين جوال عامر مغلق، لا يكون جواله عطلان ولا خربان ولا بطاريته ما ادري جايه وش فيه. خربان ولا مو خربان؟ ان شاء الله تكون رجوله خربانه، اهم شيء يجيب الدجاج ونشوي. شوف يا عبسي ترى كوع بدخل اسنونك الحين.